كما كان مقررا بالنسبة لحفل تكريم الملتقى الأول للصحافة المقاولات الإعلامية بجهة فاس الكناس المكرم السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس الكناس تعطر لأن الهيئة المحاميين المغاربة لها لقاء منعقد في مدينة طنجة تعطر عليه الحضور يلوم عليه الأستاذ يدان سعيد رئيس المحامين الشباب يتسلم درع التكريم السيد رئيس مجلس جماعة مكناس فليتفضل مشكور بتسليم الدرع. أستاذ يدان فاس الكناس الفيدرالية المغربية لنشر الصحف يعني مجموعة من أبنائه مديري نشر جرائد المحلية والجهوية بهذه الجهة ينادي العبد حق شهاد مديرية بلاد نيوز اعترافا بمجموعة من المجهودات التي يقوم بها في مجال الصحافة المحلية. السيد عبد الرحمن بن دياب رئيس أحمد الدياب رئيس جمعية حقوقية فليتفضل مشكورا. دور هنا شوية عم بعيد عنك. صاحبة منبر الفاسية تيفي في مدينة فاس فتتفضل مشكورة. نتشرف بتكريمي شكرا لي هو مشقة السفر ومجيء إلى المغرب للحضور معنا. وقبل ذلك قد تم نشر مجموعة من المقالات الإعلامية بمجموعة من الجرائد بدولة السعودية فليتفضل السيد نور الدين مفتاح رئيس الفيدرال المغربي ناشر الصحف أنا يسعدني جدا أشكر الأستاذ يوسف السوحي أشكر الدكتور أيضا ربيع المنصوري على دعوة الكريمة وأشكر سعادة الرئيس أيضا وأنا سعيد جدا بالتواجد بك. شكرا دكتور خير. دكتور العديد من الأسماء كما تدبير الشأن العام المحلي رؤى متقاطعة دكتور إبراهيم ومحمد للتوازن أكثر فليتفضل مشكور السيد هاشم الفياضي ليسلم له هذه الشهادة التقديرية عن مشاركته معنا في إنجاح الدورة الأولى من الملتقى الجهوي للمقاولات الإعلامية بجهة فاس الكناس لذلك كذلك على السيد الصحفي الهادي بن عمر فليتفضل مشكورا لفريق فليتفضل مشكور سيد بن عمر
وكذلك ذلك على الحساسين استاذ الجامعي فليتفضل مشكور يا عبدا بتسليم هذه الشهادة التقديرية الأستاذ حساسين. أطلب الأستاذ محتاف الرقاص لجنة التحكيم في المصر.